بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي نحلقة شكا ساتريتل نبنا شكا ساتريتل نينيتل بإذن الله عز وجل تعذيب المسلمين اللي قابيو نوغن مسلمين نعذب سرقو ندعوة متان نتوحيد متان دعفاء أكونوا صلف النبي صلى الله عليه وسلم ديوانو نونسك آمنو أيدنا دعوسي نا دين متان نا دين متان عذب عذب سرقو وين قلنا ورانا قلنا فضل وراها استفيدنا منهم قرصنا هنين نا نين قلنا بناني نروح إن شاء الله ما لاقش بإذن الله عز وجل يا برايا يكونكم إن شاء الله وقتك يا أخو دكتورنا لاقش. فأما تعذيبهم تعذيب المسلمين أما تعذيبهم المسلمين الكفار عزبوا يعني أما تعذيبهم المسلمين فقد أتوا فيه بأنواع تقشعر لها الجلود وتتفطر منها القلوب. يعني عذاب إن كوغانو بدنا كوغانو كشعر السنة كساخ منه حاجة أشياء ناد عذبنه لهم عذاب مرة أزيونه لما رجنه وكذلك يعني سنعت لبكش شخص ده حياة يعني خلاصة نيو نجربنا وورين يستوى نجاب نالد ين أستفيد نحن منه عذاب نيدم بواني جوا عذاب عذبونه لما رجنه مقولها بونه لما رجنه لكن نعذبنا وعذبنا ولهم نما قلنا هبنا ولهم نأذيتنا وسوندي بمرجنا نعم ابدأ لد نادين لد دمير وانسول الله مرقلاني لا اسلاما يقول له لا اله الا الله محمد رسول الله يدم موحد اخذن بي ويترى شخلا جار لدعقت لا اسلاما حق له وانونسك دين له وانونسك انتو قنترن له اذيات دي مغريات دي مضرات دي نيدين لي سمدرور ثبترور شاخ جار سار ذاتك وريوخ نيوك إن فضل دي إن خير دي إن أجر دي إن ثواب دي عزت دي الدنيا للآخرين نان جارو خدقن فضل جارو خدقن الله سبحانه وتعالى نقن حكم صح ونقن واخ ونقن صح جارسو ساد أخوة لاري قباجالة جارسو قويتها لا أقتلد قويتها لا لأنه الله سبحانه وتعالى نقن ناصر إنا كون يرد إن عذب سلقو لا أخونا رد بلال بن رباح. كان بلال بن رباح رضي الله عنه مملوكا الأمية بن خلف الجماحي، فكان أمية يجعل في عنقه حبلا. يعني يقول جميل نبيه ما تأسسناك نقدنت أخسناك سبحان الله جميل يا أخسناك وليلا أخسناك. يقول جميل جوا قمر صدي برجوهنا تراهني ويدفعه إلى السبيان نجرينتل يلعبون به هو يقول أحد أحد غير القلان بلال بن رباح بن شينار قوخ لا أمية بن خالف استهد تنا أمية قمرت إن شواء اللو قرقميل إن أجر نيسيد أول قوخ وعبيدنا أبو أزيدنا اللو ضرردنا اللو نها بدل القلاني أحد أحد يرقوخ جار الله وين يرقوخ. وكان يخرج به في وقت الظهيرة قارك الظهيرة أخاصنك ونكوار مرة بردوانوس ومنقول وانترونسك رمج أخوكسي سقيسها لخا أويسها كوارا نيناو كوانو ديبو مكدير في ديبو رقوخ فيطرحه على ذهره في الرمضاء. الرمج لي اتراحوا بيه الرقوخ أكرر ريو الرقوخ ما نهبوا عذبوا الرقوخ أنواع من عذاب بلال من رباح أرى ولدقن وهي الرمل أو الحجر الشديد الحرارة كرن قوشة انبتا نيوكن ان لقد امبرند لخفاو منهم ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتودع على صدره بس يلا كرو نهابي رماتلي امبرولي لخوا العوسنة نيداقلي نينحرلي كرنقا الناس سعدو نتقمد ديبو يرقوه.
ثم يقول لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول أحد أحد نعبيك كجن دائما نبعد ذبيك كجن كرتاسك باريك أخلي وري نادي محمد وض أكفري ما اللات والعزى دي يستو أصنام جارسنك هبينك نات عبدون دقنو قريش نات وانت دنات عبدت الغنية لا هبينه وزك عبدنا اللي جار سباد دي ثمود صمود دي ثباد دي أوله بلال بن رباح ديني خلال رجو يترقلان بدنا كان لك نقع بيوت واس دنا خر فتنة أكان لما دنا خر أروب مدنا خر وات أكان لما دنا خر شبابات ينا وينا قور ينا قاق ينا كن يقر يشان إنك عبسو واس دنا خر جار رجو إذا أما جار إن شاء الله كابين ينا سبت ينا دين أنت قلت أتروح أبقى أنت صلاة دو أبقى أنت إيمان دو أبقى أنت توحيد دو أبقى جارد دو أبقى قال أنك ونين هابين عذب سنونسك سمد نور ثبت نور قنهن نارد النبلاء بالنباح. ومر به أبو بكر رضي الله عنه يوما وهو يعذب فاشتراه واعتقه لله. لا قرى أبو بكر ند كونسك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دكونسك نابع عذب الزق قال قل له ما طلبوا حاولوها جبيه خلو جبيها له لله رب العالمين اعتقه له بارخ له حر أخمانا قنج سينا سنوكني جبست سنوك جبيها نابع عذب سرقوخ عبيد رغون خمانا نيان عبيد رغوخ الحمد لله فضل جارو خدا اسلام اخدم اسلام دم لله رب العالمين اسلام اغن ابو بكر رضي الله عنه انت جبيه خلو جبيها له لله رب العالمين اعتقه خلو نهابي نيسان قد الله عامر بن فهيرة رقوخ. وكان عامر بن فهيرة يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول عذبون الرقنخ قيبوة انتثاسك لنية وسفر رقل قلاني. وكذلك أبو فكيهة وعذب أبو فكيهة واسمه أفلح قيل كان من الأزد وكان مولى لبني عبد الدار فكانوا يخرجونه في نصف النهار في حر شديد وفي رجليه قيد من حديد فيجردونه من الثياب ويبطحونه في الرمضاء ثم يدعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك. انشون ورقول لكو سير ما نعم نقوشيل مبتيل انشمشمت لي انا حت لي مبرهنبو نال بصونو الدحاء دفين هناك اللو نفس مبرار سابينا يخبونو لقنو حتزبونو لمرقنو. فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل فهم القرآن وراء كذبوا عن وعين وثقة يبراسك كرنا رجع بدون ذي برجنه نحرلك ما جناد نشوينك نهبين عذبون ولا مرجنه يعني بعد مرات خلاص سنين كروه ينوب ما جواب. فمر به أبو بكر فاشتراه واعتقه كذلك أبو بكر رضي الله عنه يعني أبو بكر الصديق يعني كان سي النبي صلى الله عليه وسلم يق ننا مجتمع سنة نصحاب سنة وسنات كافي إنه خلهم لكن أبو بكر تكافي إنه قال أبو بكر رضي الله عنه قال جبيه خنيس الكود جبيه له كود لله سبحانه وتعالى اعتقه له نعذاب نرجعه له حرقه خني ذنبك ديب خباب بن الأرض خباب بن الأرض بن الأرض نيمر لا هو نعذب نعذب سرقة ولدجن وكان خباب بن الأرض ممن سبيا في الجاهلية نين يعني جاهلية اللي برضو أدنول رجعون فاشترته أنمار بنت سباع الخزاعية وكان حدادا فلما أسلم عذبته مولاته بالنار ني حداد رقوخ شخص نوتكوز تكسر رقوخ نهبي أنا أني أدرى نهبر عذب رقتي لخدر كرندر حداد جوان كوسي نفيقوت لويس قمدور دي بلقنو نرمدان وابونو لقنو سكن هبين عذبون لمرقنو. كذلك ذنبرة وكان الذنبرة أمة رومية لا يرقص زنبرة يشتري زيند زن زنيرة معلش زنيرة جن. وكانت زنيرة أمة رومية روم رقتي قنشينا رقت النير أسلمت فعذبت في الله وأصيبت في بصرها حتى عميت. سبحان الله نين عزبنا كل إلى النروسي يعني دبتازك عربتازك ما عربتي فقيل لها أصابتك اللات والعزة فقالت لا والله ما أصابتني وهذا من الله وإن شاء كشفه. فأصبحت من الغدي وقد رد الله بصرها فقالت قريش هذا بعد سحر محمد صلى الله عليه وسلم
نا أخوينا عذب نقول له عربتازك على نور فردازك أما إن أنت نيد آخره اللات والعزة إن أصنام ينو إن آلهات ينو نا أقولنا هب لا 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 نهار آخره جار لدكن جار جن قرصه ناتك هباخ جار قادر جن وانصر اللهم دبي وروانسك بركس أستنا كما شاء الله على نور وانترى قاصق أما ني خسر محمد وغنينو نينا إعجاز جاروكم سبحانه وتعالى إن إنسان إن سبته دي نيولي الله سبحانه وتعالى خزلالون ندي نيغل سبطق ندي نيغل ايمان اسن سبطق جار كاب كل 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 خذل الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء. ام عبيس واسلمت ام عبيس جاريه لبني زهره نيني كودلا رقتي فعذبوها عذبها مولاها الاسود بني عبد يغوث وكان من اشد اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستهزئين به يعني النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ أرجو ونكفارنين نابرنيني وأسلم الجارية عمرو بن مؤمن بن عدي فكان عمرو بن الخطاب عمر بن الخطاب يعذبها وهو يومئذ على الشرك فكان يضربها حتى يفطر ثم يدعو ويقول والله ما أدعك إلا سائمة فتقول كذلك يفعل بك ربك لا إله إلا الله وتذكر في من أسلمنا وتذكر في من أسلمنا وعذبنا من الجواري نري إن أوسو إن قيشين الجو وما عذب سو عذبون ولا مرقنا قريش نارد نري لارقن وده لارم متني غري أن هدية اشتري وابنتها وكانت لامرأة وكانت امرأة من بني عبد الدار نينير تنا هبر عذب سر لارقن واشترى ابو بكر رضي الله عنه هؤلاء الجواري ابو بكر فرناتك جيبي خلهم نؤس ناس نغنشين ابينا من بناصي واعتقهن كما اعتق بلالا وعامرا بن فهير وابا فكيها سيخوان ديس جيبي سنك نرتير جيبي خلهم ننقى ناس جيبي خلهم ابو بكر مناطق اعتق خلهم وقد عتبه ابوه ابو قحافه وقال اراك تعتق رقابا ضعافا فلو اعتقت رجالا جلدا لما نعوك فقال إني أريد وجه الله فأنزل الله تعالى قرآنا مدحه فيه وذم أعداءه أي سلام نيخل يخلو يعني أنت الجبران أعتق رهر قروا بهليل قروا نعاف الدنبا وقروا نصحاب قال ما حماية رأخذونا وكبيدونا وكشعرنا دعاف دعافنا مساكين مساكين ناس وريخ أعتق ركون لهم وريخ جبر ركون لهم وريخ حريتنا أخو ركون لهم يخلو كبيدونا وكمتان وريقروا قال الله يخ أبو بكر رضي الله عنه يخني غرتي أن وجه الله سبحانه وتعالى جربكم ما جارد لله رب العالمين أعتقكم لهم كهن يخلو نيسانك الله سبحانه وتعالى قاب أبو بكر روسي أيدو قرآن قام دغديو فأنذرتكم نارا تلظى الله سبحانه وتعالى يق فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وهو أمية بن خلف نين أمية بن خلف نا آياتني نا أشقى طرد نكذب وتولى ومن كان على شاكلتي ولك ذا نيسان كرقون عذبون القرون استهزؤون القنو نين الله سبحانه وتعالى ولا يكون دبا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى لا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن أعتقه وعن جميع الصحابة ولا نهتل الله سبحانه وتعالى إنه ورات نأخر سمقرا كبسه نعزة واخ نالله رب العالمين أكفسي وهبي الله سبحانه وتعالى أبو بكرتي أوتلد قرآن قمده وما تحنل وسيجنبها الأتقى تقوى شاه أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى مال الزكاة فديك نكوسي نهابي انفاق الجيبك الله قرقه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء وجه ربه الأعلى لوجه الله سبحانه وتعالى يقول الأخران يا خزي وعلى الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة الكلمة الصادقة وهذا قبول سكون لله سبحانه وتعالى أول تلد ما سقطهم بوا أيدنا كلها وما انترنت أسأل الله سبحانه وتعالى مطلع جن اللهم يا رب العالمين أهدينا الأحسن الأخلاق اللهم أهدينا يا رب العالمين أفضل الأعمال اللهم دلنا لأفضل الأعمال ولا سوف يرضى
مين ابو بكر رضي الله عنه؟ قال انديس وريه انه فانذرتكم نارا تلذى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. مين اميه بن خلف كان كذب وتولى واشقى شقي جن. لكن ابو بكر طبعاً الا ابتقى وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. الله سبحانه وتعالى حيرضى عنه ابو بكر رضي الله عنه حيرضى رضي الله عنه وارضاه. وابو بكر الصديق رضي الله عنه وعن من اعتقهم وعن الصحابة أجمعين وعمار بن ياسر وأمه وأبوه ناوك عذب سنغن وعذب عمار بن ياسر وأمه وأبوه وكانوا حلفاء بن مخزوم فكان بن مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمداء فيعذبونهم بحرها ويمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. اللهم أغفر لآل ياسر عذب سنونسك نهابيني ياسر ديني خرديني قنادينا وعذب سنونسك برا في دينيك عذبون لهم رقنوك انحرد لي في دينيك لهم انا كان اطحستقوا لي منك وارا وكل دير لي نهابين عذبون لهم. اما ياسر والد عمار وهو ياسر بن عامر بن مالك العنسي المزحجي فقد مات تحت العذاب عذاب اذكره. واما عمار وهي سمية بنت خياط مولاة أبي حزيفة المخزومي وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة فطعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أول شهيدة في الإسلام نأخذ نينيغا إن عمار بن ياسر تنيغانا عمار عذاب لوانوسك عذبون ولكرو سميها أبو جهل عليه من الله ما يستحق. يا برد شيخ أكان لتراه طعم قلة شيخد عربتد كوناتد ريا نابرة كرتي ما نطعم بند فدر جار خود أول شهيدة إسلامي أخرر لنا رقن ناخونا نين سمية بنت خياط ني مولاة أبو حزيفة قشينا لقيتنا مولاة أبونا حزيفة المخزومي دي وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة فطعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام. نا كونين قريو فدر شخوغن معلش شوية بجخير اندوكا لاقشت من دنولا. أما عمار فثقل عليه العذاب فإن المشركين تارة كانوا يلبسون درعا من حديد في يوم صائف وتارة يضعون على صدره صخرا أحملا ثقيلا وتارة كانوا يقطونه في الماء حتى قال بلسانه بعد ما يوافقهم وقلبه مليء بالإيمان فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. لين الوقت من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إنسان عذاب إنه يعني باردون المتان ورد راح بيدون المتان ممكن أي قابيرة لكن إيمانه لبك ثابت مكنين شاقن المشكلة وين قن ولكن من شرح بالكفر صدراء لهم كفرسي فدلهم كفرسي انكلاخ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. مصعب بن عمير كذلك سنك عذب صخ مسهيب بن سنان الرومي سنك عذب صخ معثمان بن عفان كذلك يعني عذب نخلو أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وأوذي أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله أخذهما نوفل بن خويلد العدوي وقيل عثمان بن عبيد أخو طلحة بن عبيد الله فشدهما في حبل واحد ليمنعهما عن الصلاة وعن الدين فلم يجيباه فلم يراعوه إلا وهما مطلقا يعني ناوك حاول نقضي بهم نهبينيها نكونين نهب على الدبس القوم ناموقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق عنه. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.